أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على مستجدات الوضع في محافظة المهرة بعد مقتل محتجين جراء اشتباكات مع قوات الأمن والتحالف. قتل 2 المحتجين على استحداث نقطة أمنية في محافظة المهرة جراء اشتباكات مع قوات الأمن والتحالف. مصادر محلية قالت إن عشرات المحتجين حاولوا التوافد إلى منطقة الأنفاق لمنع استحداث القوات السعودية مواقع عسكرية في المنطقة، إلا أن القوات السعودية قامت بمنعهم. من جهتها أدانت لجنة اعتصام أبناء المهرة استحداث القوات السعودية لمواقع عسكرية، واعتبرتها استفزازا لأبناء المحافظة مطالبة برحيلها. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى أين تتجه الأحداث في المهرة بعد حادثة الأنفاق؟ وما هي تبعات تمدد قوات التحالف واستحداثها مواقع عسكرية جديدة في المحافظة؟ نتابع التقرير التالي، ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. تطور هو الأسوأ في مسيرة المواجهة السلمية التي تخوضها عشائر محافظة المهرة ضد الانتشار العسكري السعودي في المحافظة منذ ديسمبر من العام المنصرم. تجمع أبناء العشائر هذه المرة هنا في غرب الأنفاق في مديرية حصوين للاعتراض على استحداث أمني جديد بدعم من القوات السعودية، يراه أبناء المحافظة تضييقا غير مبرر على تحركاتهم الاعتيادية اليومية، لكن تحركا كهذا كانت نهايته دموية ومأساوية. فبحسب عضو اللجنة الإعلامية في اعتصام المهرة علي بن محاميد، فإن مسلحين تابعين لمحافظ المهرة راجح باكوريت تجمعوا في غرب الأنفاق لمواجهة التحركات القبلية هناك، ولم يمضي وقت طويل حتى باشر هؤلاء المسلحون بإطلاق النار على المحتجين السلميين، ما أدى إلى سقوط قتلى وثلاث جرحى على الأقل. المحافظ باكوريت أقر في تغريدة له في تويتر بالحادثة، لكنه اعتبر أن ذلك جاء في سياق رد النقطة الأمنية على هجوم تعرضت له ممن وصفهم بالخارجين عن القانون من مهربي الأسلحة والمخدرات المدعومين من الإنقلابيين والدول الإقليمية لتسهيل عمليات التهريب من البحر، وتم التعامل معهم بحزم متوعدا بالضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن على حد قوله. حجة يراها المراقبون غير منطقية ولا مستساغة، خصوصا وأن الأهالي حريصون على أن تكون تحركاتهم سلمية بشكل كامل في كل الاحتجاجات التي يقومون بها ضد ما يرونه انتشارا عسكريا سعوديا غير مبرر، بما لا يسمح بوقوع اشتباك مسلح أحد أطرافه هذه المجامع المسالمة من محتجي المهرة. هذا التطور الدموي الخطير وقع بعد ساعات من صدور بيان عن لجنة الاعتصام السلمي لأبناء محافظة المهرة، وصفت فيه الانتشار العسكري في منطقة غرب الأنفاق بأنه غير مبرر مطلقا، ولا يعبر إلا عن خرق أمني فاضح بترتيب عالي المستوى مع القوات السعودية، ويستهدف زعزعة أمن واستقرار المحافظة وإرهاب المجتمع المهري، ويشكل في الآن نفسه منعطفا خطيرا يمس صميم السيادة الوطنية. المواجهة بين أبناء محافظة المهرة مع القوات السعودية والسلطة المحلية التي تساندها تأخذ منحا خطيرا في ظل ما يراه المراقبون تصاعدا في ردة الفعل العنيفة من جانب هذه القوات على احتجاجات سلمية الطابع دافعها الأساس هو الحفاظ على ما تبقى من معنى للسيادة الوطنية لليمن في هذه المحافظة. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما ارحب بمن ينضم الينا من المهرة عضو لجنة الاعتصام سعيد عفري. اهلا بك استاذ سعيد، صف لنا المشهد في المهرة بعد هذه الحادثة، حادثة الانفاق، ما الاسباب التي دفعت اليها؟ على استضافتنا لهذه الحلقة، وفي البدء اود ان اقدم التعازي وأحر التعازي إلى أسر القتلى الأبطال، وهم ناصر عيسى سعيد مشوان من مديرية حصوين، وعلي أحمد بن عرارة الجدحي من مديرية قشن، إضافة إلى الجريح سالم بن سبحان الجدحي من مديرية قشن في محافظة المهرة، وسائلين الله عز وجل أن يتغلب أرواح الفقيدين الجنة ويلهم عنهم وغير صبر الصدام وان يشفي المصاب. اخي العزيز، نحن امام شاجعه كبيره جدا اصابت المجتمع في محافظه المهره لم يثبت لها مثيل ابدا. ادى ذلك الى الاستعانه بالدبابات والجهات الكبيره لضرب هؤلاء الناس الأزل أو الأبرياء اللي هم قد يمتلكون بعض الرشاشات
الخفيفة كسلاح شخصي. وهذا التصرف صراحة أفزعنا كثير وأفزع كل من هو في محافظة المهرة سواء كان من أبنائها أو من الساكنين فيها أو حتى في اليمن بشكل عام. ولا زالت الناس مصدومة جدا من هذه الحالة الأليمة الدموية التي أدت لهذا العدد من القتلى والجرحى وأرعبت الناس بطريقة لم نسمع أبدا في سابق. طيب يعني بكل تأكيد بعد تقديم التعازي سيد سعيد لأهالي القتلى وكذلك الأمنيات بالشفاء للجرحى، ما الذي حدث بالضبط في منطقة الأنفاق؟ اشرح لنا الحادثة بشكل عام. عزيزي الكريم، حدثت منذ قرابة الثلاث أشهر تقريبا مزاعم هناك لإنشاء نقطة بالجانب الغربي من الأنفاق، نقطة عسكرية ربما هي بدعم التحالف العربي الممثل للمملكة العربية السعودية. هذه المحاولة لإنشاء هذه النقطة اعترضت لها جماهير أبناء المهرة كلهم من أبناء المنطقة بالذات في حفوين فرتك وأبناء محافظة المهرة بشكل عام، لأنها يا عزيزي الأنفاق لحد ذاتها هم أربعة أنفاق، نفق طويل في الجنس الاتجاه الغربي والآخر هذه الأنفاق فيها ما نقطتان عن 200 تتبع الأمن العام في محافظة المهرة. منذ أن تدخل من الجانب الغربي نقطة أمنية محترمة تقوم بعملها على أكمل وجه ولم يعترضها أحد بل نقطة أمنية من أفراد الأمن من السلطة المحلية نتحدث الآن. نتحدث عن يمنيين. الثلاثتين من أفراد الأمن العام في محافظة المهرة. نعم. الآن طلعت لنا مزاعم أخرى لإنشاء نقطة أخرى ربما تدفع التحالف، وهذه النقطة بجانب النقطة في النفق الغربي باتجاه مدينة حصين أو باتجاه منطقة الوادي. هذه النقطة عليها سكان هذه المنطقة. وهم أبناء المنطقة مديرية حصين، وبالتالي هذا يعني تلقتهم الشباب في محافظة المهرة من ذوي المطالب والحقوق في المعتصمين، وبعد الاتفاق بأنه لا بد أن يتواجدوا معنا لمنع أي استحداث في هذا المكان الذي قد تكون له آثار سلبية ويؤثر على الناس أو ربما يتم حاجات نحن في غنى عنها في المهرة. طالبنا بمنعها وطالبنا بطريقه سلميه هؤلاء الناس الشباب طالبوا ان هذه النقطه لا يجب ان تكون، ومن ثم توقعنا ان الامور تنتهي على نحو هذه المنحه حتى اتت في صبيحة عصر تقريبا أفراد من المكان، مما أدى بالجماهير إلى الوقوف في ذلك المكان، فهم معتبرين أن هذا المكان لا يجب أن يكون فيه أي نقاط، لأن النقطتين موجودة لا تفرق بينهما سوى أمتار معروفة. فجلسوا في ذلك المكان وأتت الأطقم، ومن ثم أتوا بعض الشيوخ من نفس منطقة الوادي وهم شيوخ كبار، وأكدوا أنه ما في داعي لهذا ربما أي مواجهة، نحن لنا أي مواجهة سنتصل بالأقوى في السلطة المحلية والناس استبشرت خيرا، وكلنا بالطبع استبشرنا خيرا بأن الأمور ستؤول إلى اتفاق أو إلى سماع مطالب الناس، ومن ثم الأمور ما فيها أي داعي انها تاتي بهذا التصرف. نعم. الوحشي. اذا ما الذي دفع استاذ سعيد، ما الذي دفع بنقطه يعني مباشره، ما الذي دفع القوات الامنيه هناك للاشتباك مع المحتجين؟ هؤلاء الناس جلسوا في ذلك المكان، ذلك المكان هو بعيد عن الانفاق
منع الآلية حديث أي استحداث فيها ما جاب بهذه النقطة وغيرها. هم شباب وناس كلهم متفقين من كل مديريات محافظة المهرة. لم يعترض أحد كتراثا من الشعب ومن أبناء هذه المحافظة بما فيهم شيوخ هذه المنطقة، شيوخ فرتك المعروفين بالأصالة والعزة وعدم الإفراء بالآخرين أو شيء. هؤلاء الشيوخ كلهم موجودين ومنهم أبطال ومثقفين تراث كلهم الجماهير المتواجدة أيضا، حتى وصلت إلى قرابة الساعة الثانية عشر ليلا أتوا بوجبة عشاء ولم يخطر ببالهم أدنى حركة أنها ستأتي هذه المجزرة أو هذه الدبابة أو هذه المدرعة المصفحة ذات الاستعداد الكامل بالفعاليات شوف المنظورات الليلية بالمواطير الليلية وما شابه هذا، حتى أطلق التنار عشوائيا على هؤلاء الناس الجالسين الذين يأكلون وجبتهم وجبة العشاء. للتوضيح أستاذ سعيد وكان نقطة أخيرة في هذا المحور، هل هذه المدرعة كانت مدرعة سعودية أو المصفحة كما سميتها؟ أكيد، لأن بالطبع ربما هناك، أنا لست على علم بها، إن كان الجيش اليمني في محافظة المهرة يمتلك مثل هذه لا أريد أن أجزم، ولكن لا أعرف أن الحرس العربي بالذات المملكة العربية نعم. إذا أشكرك أستاذ سعيد عفري عضو لجنة الاعتصام، كنت معنا عبر الهاتف من المهرة. أنتقل إلى ضيفنا أيضا من المهرة الإعلامي علي مبارك محمد، أرحب بك أستاذ علي. السلطة المحلية عبر محافظ المحافظة راجح بكريت تحدث على أن هناك اشتباك حدث، لكن بسبب تعرض نقطة الأنفاق الأمنية إلى إطلاق نار من قبل ما أسماهم خارجين عن القانون من مهربي الأسلحة والمخدرات. كيف تنظر أو كيف يعني، هل هذا الموقف هو الرسمي بالنسبة والوحيد بالنسبة للسلطة المحلية في المحافظة، أم أن هناك موقف استجد بحسب متابعتك؟ أولا أهلا وسهلا بكم، نشكركم على حسن التغذية، هو دائما إلى جانبنا قناة القيس. بالنسبة لموقف السلطة فهو موقف حش وموقف ركيك جدا جدا. التغريدة هذه هي تغريدة الذي يصدرها المحافظ، تغريدة مردودة عليه من عدة نقاط. أهم ما في هذه التغريدة هو أنه ذكر جزئية مهمة فيها، وعلى أساس أنه تم الهجوم على نقطة أمنية. في الأصل أنه هناك لا يوجد نقطة أمنية، يعني هذا المكان المستحدث لا يوجد أي نقطة أمنية، إنما هم يريدون أن يفعلوا هذه النقطة، وأتاهم الأهالي والمواطنون وأبناء القبائل من أجل أن يمنعوهم عن أنهم يستحدثوها نقطة أمنية. لكن للتوضيح هناك نقطتان أمنيتان بالقرب من هذه النقطة في منطقة الأنفاق، أليس كذلك؟ هذه نعم، هذه النقطتان تتبع وزارة الداخلية وهي قديمة، تتبع الأمن العام وأسماء المجندين والذين هم أفرادها مسجلين من ضمن وزارة الداخلية، لا غبار عليها ولا اعتداء عليها ولم يتم اعتداء عليها، ونحن اليوم وامس نمر عليها طوالا وتكرارا وكل مره، وهذه لا غبار عليها ولم يتعدى عليها احد. هو يقصد على هذه النقطه، ومع انها لم تستحدث بعد، فهذه النقطه مهمه جدا، وهو انه فرمت الامور وانها امور نقطه عليها خطوط حمر كبيره، انه لا يوجد نقطه حتى انه تم الاعتداء عليها. هم يريدون استحداث هذه النقطه، ولكن الاهالي والمواطنون رفضوا وتواجدوا هناك ومنعوهم من ان يستحدثوا هذه النقطه. وبالمفاجاه والناس يقدمون على وجبه العشاء، اخذ اصحاب هذه المصفحه والسياره هذه واقدموا على ضرب عشوائي في الناس، يعني حتى الاسرائيليين ما يعملوها. ناس كثير. هل حدث تبادل اطلاق النار استاذ علي؟ اي نعم، انا في كلام من شهود عيان، انا ما كنت موجود بالضبط، ولكن هناك شهود عيان تكلموا بهذا الكلام. وهم كثر المدرعه هذه توجهت باتجاههم، وكان الناس يتعشوا، ما كانوا يتوقعوا ان هذه المدرعه انها بتتوجه لهم وانها بتضربهم، حتى اقتحمت الموقع واللي هم جالسين فيه وضربت عليهم ضرب عشوائي بالناس، الا بفضل الله سبحانه وتعالى ان الناس اغلبهم انبطحوا على الارض وسلموا منها، ولا انها ضربت ضرب متواصل اكثر من 3 ساعات وهي تضرب ضرب متواصل. يعني كانوا هم
في بالهم وفي خاطرهم انهم يقدمون على جريمه وكارثه كبيره، انهم يقضوا على كل الموجودين، واكيد هذا لم يحصل الا بتوجيهات عليا سواء من المطار او من المحافظ او من التحالف نفسه من الرياض. يعني انهم لم يقدموا على هذه الخطوه الا وهم قادمين عليها من توجيهات لا غبار عليها. يعني طيب دعنا نقف عند هذه النقطة أستاذ علي، ويجدر الإشارة للسادة المشاهدين أن حاولنا التواصل مع السلطة المحلية مع المحافظ وكذا بعض الوكلاء للحديث حول هذه النقطة وإيضاح وجهة النظر الرسمية بشكل أكبر، لكن لم تكلل هذه الجهود بالنجاح ولم يتجاوب معنا المسؤولون المعنيون. أرحب في هذه النقطة بالصحفي نجيب اليافعي الذي انضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول. أهلا بك أستاذ نجيب، كيف تنظر إلى هذا التطور في سياق الأحداث في المهرة؟ ما هي أبعاد محاولة استهداف مدنيين وكذلك استحداث نقاط عسكرية أو أمنية جديدة؟ في تصوري أن هناك داخل السعودية من يعمل ضد السعودية ويحاول إرهاقها بفتح مزيد من الملفات وفتح المزيد من الأزمات التي ستنهك السعودية على المدى البعيد. لكن أيضا هناك سؤال يعني يتبادر إلى الذهن، لماذا هذا الاستفزاز المستمر من القوات السعودية والقوات الإماراتية في هذه المناطق البعيدة عن الصراع والبعيدة عن مسرح الأهداف؟ يعني هناك مواضيع استراتيجية لا زالت في حلم السعودية وهذا واضح للعيان، وهو أمر يتحدثون به بكل بساطة، وهو موضوع مد الأنبوب النفطي الذي يربط المنطقة الرئيسية لاستخراج النفط السعودية بالبحر العربي، وذلك بسبب المخاوف من إغلاق مضيق هرمز والمخاوف أيضا من إيران. لكن كان بإمكان السعودية أن تساهم في إعادة الشرعية إلى وضعها الطبيعي وإلى وضع الحكومة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، ومن ثم يمكن للحكومة اليمنية أن تتفاوض بشكل رسمي مع السعودية في هذا الملف التي تشعر السعودية أنه موضوع استراتيجي. لكن الموضوع الاستراتيجي بالنسبة لليمن هو الاستقرار، هو إعادة الإعمار، هو إعادة الشرعية، هو طرد الميليشيا، هو إنهاء ملف الحرب الذي استعارته السعودية عبر أداتها المتمثلة بعصابة الحوثي. إذن هذا الملف الخطير الذي فتحته السعودية ويأتي ضمن الأجندات للأسف الشديد الغير مبررة والغير واقعية التي تحاول أجنحة داخل السعودية فتحها، وأتوقع أن هذه الأجنحة هي تساهم مع أولاد زايد ومع الإمارات في إرهاق السعودية بأكبر قدر من الملفات والجبهات. لماذا تذهب إلى المهرة ولماذا تذهب إلى حضرموت وتترك جبهة دم وتترك بقية الجبهات؟ طيب يعني هذه التساؤلات كلها يعني تضعنا أمام تصور أمام ما هو الوضع الآن في محافظة المهرة بالنسبة للمحتجين، وأنا أسأل في هذه النقطة السيد علي مبارك محامد. أستاذ علي، كيف ينظر الآن المزاج العام في المحافظة فيما يتعلق بهذه التطورات، وما هو الوضع بالنسبة للاعتصامات؟ هل ستستمر؟ هل هناك يعني تصعيد في الاحتجاجات أو ما شابه؟ بالطبع الآن وأنا أكلمك الآن في هناك اجتماع في مديرية عصوين يضم جميع أبناء القبائل والشيوخ والأعيان والكبار. طبعا هو اجتماعهم على تداعيات هذه الأمور وعلى هذه الأمور الأخيرة التي حصلت، ووصلوا إلى هذول الشيوخ تعرفوا وصلوا إلى أسر الشهداء الذين يعزوهم في بلواهم ومصيبتهم. وهناك تطورات جديدة على مستوى الاعتصام. طبعا يعني لابد أن يكون هناك تصعيد. نحن كنا ولازلنا نجتنب التصعيد المسلح، ولا نريد أن نواجه، ولا نريد أن يكون هناك أمور دموية وأن يكون هناك تصعيد مسلح وأن يكون هناك مواجهات، لأنه الشعب المهري شعب دائما شعب لا يحب أن يكون داخل في صراعات أو أنه يريد أن يكون إلى صراعات. ولكن ما ترجع إليه الأمور، خاصة ما حصل ليلة البارح، أمور مفاجئة جدا جدا ونتأسف عليها ولا نتمناها. هناك أرواح زرقت بسبب هذا الصراع يعني، وللأسف يعني برضه بعد ما يتم هذه الأمور أن يتم السكوت المطبق خاصة من جانب السلطة المحلية. هم الآن حاسين بالذنب، يعني كل الوكلاء وكل أصحاب السلطة
حاسين أن هناك ذنب، وأن هناك حتى أنه في أنباء أن هناك استقالة بعض الوكلاء، ولكن لا زالت الأمور غامضة إلى الآن ولم يصدر أي بيان رسمي منهم، لأنه يعني الأمر ليس بالسهل وليس بالهين أن يتم حشر الناس أو أن يتم ضرب الناس بالمزرعة وأن يؤدوا إلى قتله وإلى هذه الأمور، وأمور بإمكان الناس يحلوها وبإمكان الجلوس على التحالف الآن أمامه خيارين، يا أما أن يكون هذه الأمور تمت منه وتمت بإعاز منه وبتوجيهات منه ويتحمل مسؤولية ما حصل بالمعركة، أو أنهم ينفوا ما حصل وأنهم لا علاقة لهم به وأن هذه الأمور ترجع من توجيهات المحافظ وعلى رئاسة الجمهورية. على رئاسة الجمهورية، نناشد رئاسة الجمهورية والحكومة الشرعية على وضع لجنة أو تقصي حقائق في هذه الحادثة، وأن يكون لابد أن يحاسب، لابد أن يحاسب من له يد في هذه، والأمور واضحة، المحافظة اعترف في تغريدته أنهم سيضربون بيد من حديد المهربين، وهذه كلمة لا يوجد في مهربين، الذين قتلوا ليس لهم صلة بالمهربين وليسوا مهربين، إذا كان يستبيع دماءهم، يستبيع دماءهم بأفعال ليست فيهم، فهذه لا يعني لابد أن نقف جميع أبناء المهرة في صف واحد ضد هذه التفاعلات، يا أما زي ما قلت لك التحالف والرئاسة اليمنية يعني يقول لهم موقف، وإلا فأبناء القبائل لهم مواقف أخرى، ولابد من ردة فعل، ولابد أن ينال كل جزاء، وأصحاب القتلى الذين هم مفجوعون بقتلاهم لن يسكتوا على هذه الأمور. أشكرك إذا معنا القبلي. أشكرك إذا أستاذ علي مبارك محامد، كنت معنا الإعلامي، كنت معنا من محافظة المهرة. بالعودة إليك أستاذ نجيب اليافعي، في سياق ردة الفعل المتوقعة، هناك من يتحدث على محاولة لجعل المحتجين يعني يذهبوا إلى تسليح أو نوع من المواجهة والاشتباكات مع السلطة المحلية وقوات الأمن هناك. ما المتوقع بالنسبة إليك في سياق الأيام القادمة في المهرة؟ في توقعنا الاحتجاجات ستستمر وستتفاعل مع خصوص مع سقوط مع بداية سقوط القتلى وأيضا مع أيضا وجود جرحى. هذه أول مرة تحصل في المهرة منذ 2011، حتى في أيام الثورة لم تحصل مثل هذه المواجهات في هذه المنطقة الهادئة والساكنة. في تصوري أن السعودية والإمارات يدفعون باتجاه استخدام العنف وباتجاه تواجد المسلح غير مبرر والمستفز لأبناء هذه المنطقة الذين لم يعهدوا تواجد المسلح خلال فترة طويلة، خصوصا منذ حتى أيام الرئيس السابق علي صالح، وأعتقد أنهم يدفعون باتجاه الاحتكاك والصراع مع التواجد العماني الموجود أصلا منذ لنتحدث عنها منذ التسعينات. هناك تواجد عماني، هناك ولاء عماني لبعض القبائل ولبعض المناطق، وبالتالي أعتقد أن الإمارات تدفع باتجاه التواجد واستفزاز عمان بهذه الطريقة، وبالتالي ستكون المهرة نقطة مشتعلة ضمن المناطق المشتعلة في اليمن بسبب الحمق السعودي الإماراتي في هذه المنطقة. لكن بالنسبة للمحتجين، أتوقع أن استفزاز المحتجين بهذه الطريقة واستخدام العنف وهذا المجتمع الذي لم نختبره ولم نعرفه حتى المظاهرات الأخيرة التي خرجت، يتم بأن هناك مجتمع حي ومجتمع فاعل ومجتمع يشعر بالاستقلال ويشعر بأن مسألة الكرامة ومسألة الوطن لا زالت موجودة حتى في هذا المجتمع الذي غيبه نظام المخلوع صالح خلال 30 سنة. لم نكن نسمع المهرة لا من قريب ولا من بعيد، الآن عادت إلى الواجهة من جديد، وهذا يشير إلى أن المجتمع سيتفاعل وسيواصل حتى تحقيق مطالبه، وهي إيجاد السلطة الشرعية التي تعبر عن المجتمع ولا تعبر عن التحالف أو عن رغبات السعودية أو عن طموحات السعودية بالتواجد في هذه المنطقة أو ذلك لتحقيق مصالحها. السعودية تحاول أن تسجل وأن تقتص الثمر، لكنها بغبائها وبسلوكها الأحمق وبسلوكها الأخرق خلال الفترة الماضية هي أثارت الحرب لمدة 4 سنوات، واليوم نشاهد المجتمع الدولي يخبو ضدها وحليفتها أمريكا هي التي بدأت تتخلى عنها، ورغم أنها لم تكن تدعمها إلا بمسألة تزويد الوقود طائرات بالوقود وكذلك في العمليات الاستخباراتية، لكن بالمقابل نجد أن القوى الأخرى تجد لها من يقف معها بكل قوتها، وهذا ما تفعله
نظام إيران مع إصابة الحوثي في شمال الشمال. أشكرك أستاذ نجيب اليافعي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول للحديث حول مستجدات الأوضاع في المهرة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.